نص يعني بعناصر اللي يكون متاخد من الخارج، استخدام الدعم او المخطط الخارجي لإساءة لفريق مصر وتصوير الامر حوالين الانقلاب. انا عايز اعرف رايكم في هذا المخطط الخارجي لسن التحرير قطر مره واجتماع التنظيم الدولي في الاردن وفي باكستان وفي شاور وفي وما هو الهدف من هذا؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، هناك محاولة منظمة من الإخوان المسلمين لشيطنة الجيش المصري وشيطنة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وده إحنا بنقول لهم عيب يا جماعة، لأن الجيش المصري هو الشعب المصري والشعب المصري هو الجيش المصري، لا يمكن أبدا الفصل بينهم، فمهما تحاولوا من مزايدات وإشاعات ضد الجيش المصري ستبوء بالفشل. دي أول جزئية. الجزئية الثانية ان هم بيحاولوا الدعوة الى ثورة ثالثة ضد حكم من يطلقون عليه العسكر ضد الجيش المصري، فاحنا بنقول لهم على غرار ما حدث في 25 يناير وكما كسرت الشرطة في 25 يناير يحاولون كسر القوات المسلحة، واحنا بنقول لهم ابدا لن تسقط مصر، لأن لا قدر الله أي ضرر يقع على مؤسسة القوات المسلحة هو ضرر لمصر بالكامل. وأنا شايف أن الإخوان في المرحلة الحالية بيحاولوا جر مصر إلى السيناريو السوري، أن هم يبدو أن المخطط الأمريكي الصهيوني استفاد كثيرا من أن تحارب الشعوب بعضها بعضا كما في سوريا والعراق وليبيا، فبيحاولوا يجروا مصر كده، وبيستخدموا الادوات بتاعتهم اللي هي التيارات الاسلام السياسي في مصر لجرهم الى مثل هذا السيناريو. فاحنا بنقول لهم برضو هذا السيناريو عواقبه شديده، لان مصر بها 90 مليون وطني لن يسمحوا بذلك، دي اول شيء. وان الناس ما عندهاش استعداد تعيش مأساة سوريا، وما عندهمش استعداد أن ترمل نسائهم وتيتم أطفالهم وينتشروا في بلاد العالم. وإن كانت مصر بلد مضيافة لمثل هذه الدول، فمصر ذات عطاء على سوريا وليبيا والكويت من قبل ومثل هذه الأشياء، فمش هيحصل إن احنا حد يستضيفنا في بلد من بلاده، يعني الدول المجاورة مش هتستحمل اللي احنا استحملناه. في مصر الماليه بس قطع قريب، وانا اختلف بس مع الصبره في موضوع ان احنا ممكن نكون متخوفين من موضوع ان احنا نكون على النموذج السوري. انا بقول ان هم عايزين يعني كده، يعني مش بقول ان احنا هنوصل لكده. انا ما عنديش مخاوف من هذا الموضوع اطلاقا. انا عايز اعرف رايك حوالين التحريض علينا في الغرب وتصوير الامر على اللي على ان ما حدش في مصر لازم يصور امام انقلاب. شوف، هو ما حدث ان الجمعية العمومية للشعب المصري نزلت فوضت الجيش بتاعها لقضاء على ارهاب موجود داخل مصر اسمه الاخوان المسلمين واذرعها اللي ملهاش عدد جوه الجمعية. دوت رقم واحد. رقم اثنين، التفويض ده كان بيحمل فطيات وشيء تاني، ان مصر بلد حدودية وان هي ممكن في اي لحظة دلوقتي تقوم لا قدر الله حرب بيننا وبين اي بلد جنبنا. اعتقد ان بيلجأ الجيش الى مجلس الشعب عشان خاطر ياخد منه التفويض لإقامة حرب. اعتقد ده حدث ان هو خد تفويض كامل، ليس عشان الاخوان المسلمين فحسب ولكن لتأمين المناطق الحدودية، فهو بيكون بيتكلم ساعتها باسم شعب مصر كله. لكن انا بس ايه يعني، انا معلش انا عايز ارجع تاني للنقطة اللي كان متخوف منها او ادعاءات. يا حبيبي مش متخيف، بقولك ان هم لا احنا قلنا ابدا لن تسقط مصر. ان الجيوش بتنقسم انقسامات عديدة، هناك جيوش موالية زي الجيش السوري هو جيش موالي لحزب البعث والباقي موجودين اخوان مسلمين، هناك جيوش مرتزقة زي اللي كانوا موجودين في ليبيا من تشاد ومن جنوب افريقيا ومن هنا ومن هنا. جيش مصر يا جماعة هو جيش نظام، جيش مصر تاني، جيش مصر جيش نظام يصعب اختراقه، لا يمكن اختراقه، استحالة.
بصرف النظر ان الله حفظها ايضا كمان، ودي طبعا في الاول وفي الاخر ان ربنا حفظها وادخلوا مصر ان شاء الله امنين، ولكن ان طبيعه الجيش المصري هو جيش نظام لا ينتمي الى فريق ولا لواء ولا ينتمي وولاءه الى هذا الوطن والى هذا الشعب والى هذه الارض، ليس له انتماءات الى اشخاص او جماعات او فرق او جنس او لون او الوضع مختلف. رايك ايه يا شيخ احمد؟ اللي انت عارف الشباب اللي بنسمعهم في الغرب واللي هم اجتماع في اسطنبول، اجتماع في الاردن، اجتماع في باكستان، لقاء التنظيم الدولي، وضع خطط للتظاهرات، وضع مخططات لإثارة الفوضى، تصور الأمر على أن الحدث ليس ثورة وإنما انقلاب، كل هذه الأشياء رأيك فيها؟ عايزين نتكلم بصراحة. هو الغرب وعلى رأسه أمريكا الآن، يعني باعتبار أنه أصبحت يعني أصبح نظام القطب الواحد، أهم حاجة عندهم إيه؟ مصالح، اقتصاد، المصالح، الاقتصاد بتاع البلاد، مصلحتها. يعني هو لما دخلت بنما وخدت الرئيس حطته في السجن، ولما ترندات قامت فيها انتخابات محترمه جدا واختارت لا مؤاخذه يعني ايه النظام اللي اختارت النظام بدل الراسمالي الاشتراكي، الجيش راح، الجيش الامريكي راحوا خلصوا على الموضوع. فالمساله يعني مش عندهم لا يعنيهم اللي حصل ايه، نتكلم بصراحه يعني لا يعنيهم. الامر الثاني هو المهم، 23 يوليو كانت انقلاب، ماشي، كانت انقلاب، لكن كانوا يسموه حركه الضباط الاحرار. انا قعدت مع توفيق عبد الفتاح اسماعيل واخدت منه التفاصيل، يعني كان من الضباط الاحرار يعني، ماشي، لكن كانوا بيسمين نفسهم حركة الضباط الأحرار عشان خاطر سمعة الانقلاب السياسي في الغرب. وبعدين حصل لها تأييد شعبي جارف وبين المثقفين، فخلاص بقى صوت، ماشي، وخدت الشرعية الثورية واستمرت وخدت الشرعية الثورية مع ان اللي قام بها الجيش، وخدت الشرعية الثورية، اصبحت ثورة 23 يوم. فاللي عايزين نقوله ففي 25 يناير، طب ما هو يعني نتكلم بصراحه، هو مين اللي غير؟ ما برضه الجيش. وفي 30 يونيو ما برضه الجيش. احنا هنسميها ايه؟ الشعب هنا المهم ايه؟ المهم هنا حاجتين، القبول الشعبي. المهم القبول الشعبي في النهايه، ماشي؟ انت هتسميه ايه؟ سميه زي ما تسميه. ما صدام حسين عمل ابشع انقلاب، ومع ذلك الناس اتعاملت معاه 100% وبقى تمام. طب ما اسمه ده وبقى زعيم، وامريكا بتمد، وان باترسون راحت قالت له يلا ادخل الكويت عايزه تغرقه، ما في عادي يعني، ماشي. والقذافي طب ما عمل انقلاب، وكان لمؤاخذه الغرب كله بيهلله، كان الغرب كله بيهلله زين العابدين، ما عمل انقلاب طبعا، انقلاب متغطى يعني، راح جاب بورقيبه و ومع ذلك في النهايه خالص الناس دي بتتعامل مع مصالحها، فمصالحنا مش هتعطل. بس انا نفسي في يوم من الايام، انا كشخص وطني مصري، انا نفسي في يوم من الايام نقول مش عايزين معونه، نفسي، ده رايي انا الشخصي، محتاجينها يلا ربنا يسهل. اخر جمله، انما التحريض مرفوض. اتفضل يا رئيس. التحريض مرفوض من جميع الطوائف، لان في النهايه خالص الناس دول لو دخلوا مصر، الغرب لو دخل مصر هيفتتها. فانا لا مؤاخذه اخويا لما يظلمني احسن من الغريب يذبحني، ده موضوع تاني. نعم، قول جمله اخيره على اللي يزعموا ان ده انقلاب، قول لهم انتم الانقلابيون، انتم من انقلب على مجتمعه، وانتم من انقلب على جماعته، وانتم من انقلبتم على اسركم، وانتم من انقلبتم على المؤسسات الشرعيه في البلاد. نوضح الكلام دوت، هم من انقلبوا على جماعتهم في الداخل فلفظت العناصر الجيده منها،
صح. ده حقيقي، ده واقع، ما حدش يخالف فيه. وعلى سبيل المثال وعلى سبيل المثال ايضا في ايضا على سبيل المثال في الجماعه الاسلاميه، انقلبت الجماعه الاسلاميه على مؤسسها وصاحب الفضل عليها فضيله الدكتور فضيله الشيخ كرم زهدي ونحوه جانبا، واختطفت منه الجماعه هو ونجح ابراهيم.